السلام عليكم ورحمة الله. تعلمنا جميعا أن سورة آل عمران لها محوران أساسيان، أما المحور الأول فهو جهاد الكلمة والحجة مع وفد نصارى نجران وأهل الكتاب. ونبدأ الآن في المحور الثاني بعون وتوفيق الله، وهو جهاد السيف والسنان في غزوة أحد. فالجهاد نوعان، جهاد بالكلمة والحجة وجهاد بالسيف والسنان، واجتمع الاثنان في سورة آل عمران.